أنا أصلي عندي ظروف عائلية خاصة جداً بمر بيها، وعلى ما حضر كل الورق ده هياخد مني وقت طويل، وأنت عارف عمر حالته وحشة قوي، وأنت طبعاً كأب يهمك حالة الطفل، عشان كده أنا حاطة شيكين هنا، أول شيك بالمصاريف المدرسية كلها، الشيك التاني ده مساهمة شخصية مني ومن بابا عمر لتطوير المدرسة، وإحنا بنثق فيك جداً، فكتبناه باسمك 1,000,000 جنيه. ايه يا عم؟ بكلمك تليفونك مقفول وبكلم فريده ما بتردش. بتكلم فريده ليه؟ ومن امتى يا استاذ فريده بتحضر قعدات شغلنا؟ من اول ما بقى راس مال الشركه في حسابها. ما انا مش هقعد مع ناس برضو والتزم بحاجات وعقود وانا مش عارف راسي من رجلي. طبعا طبعا، لا ده كلام سليم، وخاصه ان فريده بقت وليه نعمتك. امجد، أنا مش حد ولي نعمتي، أنت عارف. وبعدين أنا 1,000,000 مرة قلت لك طلع الخلافات الشخصية دي بره الشغل. أنت مش عايز تفهم. أنا يا باشا مصلحتي، مين اللي معاك كاش هو اللي أقعد وأتفق معاه. أنا أهم حاجة عندي الشغل، أنا بروفيشنال. تمام. ما دام أنت راجل بروفيشنال مش عايزنا نعطل الشغل فعلا وندخل الأمور الشخصية في الشغل زي ما أنت بتقول، فتعالى كده نتكلم بروفيشنال. تعالى تتحاسب دلوقتي كرجل مسؤول في الشركة دي عن قرار خطأ أنت اتخذته من البداية ولبسنا في حيطة. أنا؟ أنت بتتكلم عني أنا؟ هي فكرة القبض بتاع فريدة كانت فكرة مين؟ أنا لو ما كتبتش الفيلا باسم فريدة كان موقفنا إيه دلوقتي؟ كنا زماننا فين دلوقتي؟ في السجن. آه، هي دي طريقتك في حل المشاكل، يا كده يا كده. آه، قول لي كده. لا 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 لا، أنت عشان نجلي على إيه؟ دير أنت معلم الدنيا ومشيها، خد قراراتك براحتك، اقعد مع فريدة بقى مع غير فريدة. براحتك مع نفسك. ما تنساش بس ان احنا عندنا شيكين كده كمان كام يوم، شوف فيهم حل بقى من المدير الجامد انت الجهبس، غير ان احنا يطلع علينا احكام. بس سلام. وبكده نقدر نعمل استضافه لعمر عندنا لمده شهر مثلا، لغايه ما يجي والده ونأيده بشكل رسمي. انا متشكره جدا تعبتك معايا. العفو، وان شاء الله عمر هيستريح معانا. أكيد طبعاً. يقدر يجي إمتى؟ من دلوقتي لو حبيتي. بجد؟ ميرسي أوي. ثانية واحدة يا حازم، معلش كنت في ميتنج. ميتنج إيه يا فريدة؟ بس كان شايفك لسه في الشركة وكلمتك، عملت نفسك مش عارف. مش كل شوية هتطلعوا عيني أنا لما تتخانقوا مع بعض؟ يعني حل الموضوع ده، يا نفضها سيرة خالص ونفض شراكة. تقول إيه؟ قابلتني دلوقتي في الشركة؟ ايوه، عملت نفسك مش شايفاني اصلا.